السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس الجديدة اللي معايا اسمي نادية، رب القناة تكون بتعجبكم وبتستفادوا منها. النهاردة كده هنعمل مع بعض إن شاء الله منيو أكلات رمضان، هنقول فطار وسحور والحلو كمان، الثلاث حاجات هنقول كل حاجة كده إن شاء الله، وهنقول لكم أفكار كده إن شاء الله النهاردة فيها كمية لحوم كويسة، وإن شاء الله هعمل لكم واحد تاني بإذن الله بعد ده. منيو بقى اقتصادي خالص، يعني كمية لحوم فيه يعني معتدلة، يعني على قد ما نقدر. تمام. المهم بس لو لسه ما اشتركتيش في القناة تشرفوني بالاشتراك في القناة واضغطوا على زر الجرس على كله عشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها، وما تنسوش بقى اللايك وتعليق حلو منكم كده، كل تعليقاتكم بتسعدني. اول حاجه نسمي الله كده ايه، نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. اول يوم معانا ان شاء الله باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. الاول اللهم بلغنا رمضان الفقدين والمفقودين باذن الله. اول يوم معانا كده ان شاء الله باذن الله السحور بتاعنا هنعمل بقى فول وبيض وزبادي. طبعا انت ممكن بقى اول يوم كده ايه تفاريح كده، بيبقى الواحد فرحان بالسحور ودخلت رمضان كده، هنعمل فول وبيض وهنعمل معاهم زبادي. نعمل الزبادي في البيت بتاعنا، وبرده عايزه بقى ايه تحطي شويه عندك حتتين جبنه تركي، عندك حتتين لانشون، فانت ايه براحتك زودي في السحور زي ما انت عايزه، بس انا كاتبه لك الاساسي الفول والبيض معانا. تمام. بعد كده الفطار هنعمل هنبقى طبعا اول يوم كل الناس بتحب تعمل محشي في اول يوم رمضان، فهنعمل مثلا محشي وملوخيه وفراخ. تمام. طبعا الناس اللي عايزه تبدل بقى الفراخ، عندها بط عندها حمام مع كل الكلام ده كله، فانا كده بقى ايه للناس اللي مش هتقدر تجيب بط وحمام بقى ورمي وحاجات من دي، هنعمل فراخ، لان طبعا الاسعار دلوقتي بقت فوق خالص ومش كل الناس هتقدر تجيب بط وكلام من ده، فالناس مش هتقدر تجيب. هنعمل ايه؟ هنعمل فرخه كده محشيه، مثلا فرخه مشويه زي ما انت بتحبيها، وهنعمل رقاق. تمام. يبقى هنعمل رقاق ومحشي وملوخيه وفراخ. طبعا الاكل ده بيبقى اكل يومين، يعني احنا لما بنعمل اكل اول يوم بنعمل طبعا كميات حلوه، يعني لو فاض معانا اكل تاني يوم هنعمل جنبهم مثلا شويه لسان عصفور او شويه اي شوربه عاملاهم، شويه حمر، شويه بطاطس مع سنيه جلاش، الكلام ده كله. الحلو بتاعنا هنعمل كنافه بالقشطه الكدابه، وهنعمل عصير كمان، عصير خروب مثلا. تمام كده اول يوم معانا. طبعا اول يوم لازم تديها مش عصاير بقى طبيعيه، لا احنا عايزين اول يوم بقى نشرب عصاير من عصاير رمضان الحلوه دي، عصير خروب. ده كده اول يوم. تاني يوم بقى معانا لو انت ما فاضش معاكي اكل بقى من الاكل بتاع اول يوم، وعملتي كميات صغيره، او عملتي مثلا ملوخيه ورقاق بس، يعني ممكن تشيلي المحشي وتعملي ملوخيه وفراخ ورقاق، ممكن تشيلي الرقاق وتعملي ملوخيه ومحشي وفراخ بس. تمام. انا بقول لكم بس افكار عشان ايه تناسب كل الايه الناس. يعني تاني يوم هيبقى معانا السحور بتاعنا هيبقى جبنه قريش وفول وزبادي، برضو عايزه تزودي باي حاجه عندك زودي. الفطار هيبقى معانا باقي الاكل زي ما قلت لكم، اللي هو بتاع اول يوم هنعمل جنبه سمبوسك، وهنعمل جنبه سمبوسك بقى بالجبن، ممكن تعملي سنين جلاش، ممكن تعملي سلطات مع طبق شوربه كده، هيبقى حلو جدا. الحلو بقى هنعمل لو انت بقى ما فاضش معاكي اكل تاني يوم، هنعمل برضو ايه سمبوسك مع صينيه جلاش كده باللحمه المفرومه، هتبقى كافيه جدا. ومع باقي الكنافه، انا الحلو بقى هنعمل باقي الكنافه بتاعتنا، احنا مش نعمل بقى نحاول ما نعملش حلويات كل يوم عشان السكر طبعا غالي، فمش لازم نعمل حلويات كل يوم، ممكن نعمل حلويات يوم ويوم، او تعملي مثلا الكنافه بتاعتك او جلاش تعمليهم رولات كده، تعمليهم اي اللي هي الحاجات الصغيره بتبقى محشيه دي كده، او تعمليها حتى ساده، بتبقى بترمي معاكي كميه كبيره، زي الكنافه المبرومه مثلا بتجي بترمي معاكي كميه كبيره وبتقعد معاكي فتره طويله، فدي ممكن تعملي منها وتفضل معاكي تاكلي منها من 3 4 ايام. تمام. لو انت بقى هتعملي صينيه كنافه بالقشطه الكدابه، يبقى هتبقى مكفي معاكي يومين ان شاء الله. طبعا الكنافه بالقشطه الكدابه دي من لما بتعمليها بتطرى تاني يوم بتبقى طريه، فانت ممكن تحطيها في الفرن عادي او عندك ميكرويف تحطيها تسخن، بترجع تقرمش تاني وتبقى حلو، وطلعي حطي عليها رشه شربات صغيره خالص كده تبقى حلوه معاكي. باقي الكنافه بقى تاني يوم هنعمل باقي الكنافه، والعصير هنعمل عصير اي فاكهه عندك طبعا اي يوم، عشان بس انا نسيت اقول لكم اول يوم هيبقى معانا الاساسي كوبايه البلح او التمر بتاعنا. تمام. او الخشيف يعني حسب ما انت ما بتحبي. تالت يوم ان شاء الله هيبقى معانا السحور بيض وجبنه وبليله. الفطار هيبقى مكرونه بشاميل وسلطه وشرب لسان عصفور. تمام كده. مش احنا مش عاملين هنا لحوم خالص غير اللحمه اللي احنا هنعمل بيها المكرونه بالبشاميل، هي كافيه ان هي مش محتاجه تحطي جنبها اي لحوم تانيه. الحلو هنعمل قطايف مثلا، وهتعمل عصير تمر هندي. تالت يوم هنعمل الفطار فتت شاورما وطوميه. فتت الشاورما دي ممكن تعمليها بشريحتين بس من البانيه، يعني ممكن تجيبي شريحتين بانيه او ثلاثه، يعني ربع كيلو او اقل من الربع كمان، وتحطي تزودي ضعف كميته بالخضار اللي انت بتحطيه، وشاورما من الحاجات اللي بتبقى مشبعه جدا.
هنعمل فتة شاورما ومعاهم شوية تومية. السحور انا نسيت اقول، السحور السحور هيبقى فول وجبنة وجبنة قريش، فول وجبنة قريش. حطي بقى معاهم شوية خيار، حتة كابوتشي، حتتين خس، الكلام من ده كله. ممكن عايز تعملي بيض بقى فانش براحتك. الحلو هيبقى باقي القطايف زي ما قلنا، هيبقى القطايف على يومين، وهنعمل باقي العصير بتاعنا. ما تعملي عصير تمرين بس، هنعمله على يومين، هنزود الكمية ونخليها على يومين. السحور هنا بقى 5 يوم، السحور هيبقى بيض وجبنة بيضة وزبادي، برضو خيار معاكي او اي حاجة. الفطار هيبقى نعمل بيتزا وشيبسي. البيتزا ممكن تعمليها بقى باي لحوم فايدة عندك، هتاخديها تعملي بيها البيتزا. لو انت ما عندكيش اي لحوم فايده ممكن تعمليها ببصل مكرمل، ولو عندك حتتين مشروم حطيهم معاهم، هيبقى حلو جدا مع شويه الخضار اللي انت بتحطيهم والزيتون. الحلو هنعمل جلاش بالمكسرات، والعصير هيبقى دوم. السحور سادس يوم بقى معانا، السحور هيبقى بيض بالعجوه. من العجوه من الحاجات المفيده جدا، والبيض طبعا الحاجات المفيده، فالاتنين قيمه غذائيه جدا. بيبقى حلو جدا السحور ده لو انت ولادك عندهم مدرسه الصبح، ده هيديهم طاقه حلوه جدا ان هم يقدروا يكملوا صيام لغايه ايه ان شاء الله، لغايه تاني يوم، لغايه الفطار باذن الله. يبقى هنعمل بيض بالعجوه وجبنه قريش وزبادي. تمام. الفطار بقى هيبقى معانا رقاق ومحشي وسلطه. هنعمل حله محشي كده حلوه، مثلا اي محشي يكون نوع انت بتحبيه، ونعمل جنبهم صينيه رقاق او صينيه جلاش وشويه سلطه، وحلو قوي كده. تمام. الحلو بقى هنعمل باقي برده صينيه الجلاش اللي معانا اللي احنا عاملينها بالمكسرات، والعصير باقي ايه العصير الدوم اللي احنا عاملينه. 7 يوم هيبقى السحور بيض اومليت بالخضار. هنعمل طبق بيض اومليت كده حلو، نحط فيه كميه الخضار احنا عايزينها، وبتحط ممكن عايزه تزودي كميه البيض، بتحط شويه بيكنج باودر، بيبقى عامل زي كيكه كده، شويه بيكنج باودر ومعاهم معلقتين ميه كده، وقلبيهم وحطي قلبيهم الاومليت يعني، حطي معاهم نوع اي نوع خضار انت عايزه تحطي جواه. هنعمل طبق بيض اومليت حلو كده، ومعاهم شويه فول وشويه بقى لو عندك خيار او كابوتشي او خس. بعد كده الفطار هنعمل باميه باللحمه، طاجن باميه باللحمه، وهنعمل رز ومخلل، ولو عندك شويه شوربه عسل عصفور او اي حاجه. الحلو هنعمل لقمه القاضي، والعصير هنعمل اي عصير فاكهه عندنا. تمام. ده كده 7 يوم. 8 يوم بقى ان شاء الله هنعمل السحور هنعمل فول وفلافل وبيض. احنا عاملين في الفول والفلافل اللي كنا عاملينهم في البيت ان شاء الله، وهنعمل معاهم طبق بيض كده حلو، وكده يبقى ايه حلو جدا. بعد كده الفطار معانا هنعمل رز مبهر وفراخ كنتاكي. الفراخ كنتاكي ممكن تعمليها الدبابيس، ممكن تعمليها بالاجنحه، ممكن تجيبي فرخه وتقطعيها، بس يعني الارخص او الاوفر هتعمليها بالاجنحه مثلا، هتعمليها بالدبابيس، اي حاجه موجوده عندك، الموجوده عندك المتاح اعمليه. وهنعمل عندهم شويه سلطه كول سلو كده. بعد كده الحلو بقى هنعمل صوابع زينب، والعصير هنعمل صوبيا. 9 يوم هنعمل السحور، هنعمل سحور فول بالطحينه، شويه فول بالطحينه، طبعا الطحينه كنا عاملينها في البيت لان الطحينه دلوقتي اسعارها بقت غاليه جدا، فنعمل الطحينه في البيت بالسمسم او بالسمسم السوداني، وهنعمل شويه فول بالطحينه، وهنعمل جبنه معانا، جبنه بقى بيضه، جبنه قريش، اي نوع جبنه عندك، وشويه وطبق وكوبايه بليله. الفطار هنعمل سمك، طبعا ما كناش سمك بقى كده ايه الاسبوع التاني، نجيب سمك. طبعا ما تجيبيش السمك خالص اول اسبوع، لان حتى الاول ما بينزل سمك بيبقى غالي جدا، فنصبر شويه لما السمك يرخص ويهدى كده اسعاره ونبتدي نجيب سمك. فمش لازم لونه ده تغيب الترتيب، على فكره ممكن تبدلي الايام عادي. الفطار هنعمل سمك قلنا ورز وسلطة خضراء وبابا غنوج. طبعا اي سمك انت بتحبيه، يبقى عايزه تجيبي مثلا سمك مكاريل وتعمليه صينيه مع بطاطس، هتعملي سمك مشوي، سمك مقلي، السمك اللي انت بتحبيه هتعمليه، وسلطة خضراء وشوية بابا غنوج. الحلو هنعمل كنافه بالمكسرات، والعصير هنعمل خروب او ليمون بالنعناع. مع السمك هيبقى حلو جدا لو عملت عصير ليمون بالنعناع. تمام. اليوم العاشر هنعمل السحور هنعمل فول وجبنه قريش وخيار. الفطار هنعمل طاجن ورق عنب كده، او حليت ورق عنب حلوه كده، وهنعمل معاها صينيه جلاش بالمفروم و او بالجبن، يعني ممكن الجلاش تعمليه بالمفروم او بالجبن. تمام. ده هيبقى حلو جدا. عايز تعملي معاها مثلا تشيلي الجلاش وتعملي معاها الورق العنب ده مثلا بانيه، هتعملي ستريبس، اي حاجه تانية، فانت شوفي براحتك، بس انا كبلك ورق عنب وصينيه جلاش بالمفروم او بالجبن. لو مش عايزه تحطي دخلي لحوم فاعمليها بالجبن، هتبقى حلوه جدا. الحلو هنعمل كنافه برضو بالقشطه، او اي كنافه ما هي المبرومه دي مثلا ساده كده حتى خالص، بتبقى حلوه جدا. وهنعمل معاها عصير كركديه. اليوم ال11 السحور هيبقى فول بالبيض، فول قصدي وبيض، هنعمل فول وبيض وزبادي. الفطار هيبقى
الفطار طبعا الزواج هنبقى عاملينها في البيت ان شاء الله. الفطار هيبقى بطاطس محشيه باللحمه المفرومه وصينيه كوسه باللحمه المفرومه، او ممكن تعمل حاجه واحده بس منهم، يا بطاطس يا كوسه باللحمه المفرومه ومخلل وشويه شوربه وايه وشويه رز. تمام، لو انت هتعملي بقى الاتنين مع بعض يبقى هتبقى اكله يومين، وتاني يوم مش هتعملي اكل. بعد كده هنعمل الحق الحلو ام علي وعصير قمر الدين. لو انت ما جبتيش قمر الدين مثلا عشان سعره غالي او حاجه، ممكن تعملي اي عصير خروب بقى، صوبيا، اي حاجه من دي، ممكن نكتب ايه مثلا صوبيا. بعد كده عندك اليوم ال 12 السحور هيبقى جبنه قريش، السحور هيبقى جبنه اليوم ال 12 هيبقى السحور جبنه قريش وبطاطس مهروسه. ممكن تعملي بطاطس مهروسه وتحطي عليها بضايه كده بعد ما تهرسيها، ممكن تعملي بطاطس مهروسه بس وجبنه قريش، وعندك شويه فول هتحطيهم او شويه طعميه. الفطار هيبقى كشري اصفر ومعانا او كشري اللي هو المصري، وتعملي معاه الدقه وكلام من ده، وتعملي جنبهم شويه سمبوسك باللحمه المفرومه او شويه سمبوسك كده بالجبن، اي حاجه انت عندك حشوه للسمبوسك هتحشيها بيها. يبقى هنعمل اي نوع كشري، يا اصفر يا مصري، ومعاهم الدقه ومعاهم شويه سمبوسك وبطاطس محمره لو عملتي كشري اصفر. ممكن كشري اصفر تعملي معاه بيض مسلوق لو عملتي الكشري الاصفر، ماشي، وشويه سمبوسك كده. الحلو هنعمل جلاش بالقشطه وهنعمل عصير تمر هندي. اليوم ال 13 هنعمل السحور بيض مسلوق او بيض اومليت، ممكن بيض مسلوق لو سرقتش البيض بعد ما تسلقي البيض مثلا هتهرسيه، تعملي مثلا كميه من، لو مش عايزه ترمي كميه كبيره او عايزه توفري في البيض هتاخدي البيض بعد ما تسلقيه اهرسيه في حته سمنه كده، يعني كسريه وهرسيه في حته سمنه، هيبقى حلو جدا وكله هياكل من الطبق ده. فالسحور هتعملي بيض مسلوق مهروس، وهتعملي مثلا معاهم جبنه فيتا وشويه فول. الفطار هنعمل كبده، معلش 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 الفطار وصلنا لفين؟ قلنا الفطار هنعمل كبده اسكندراني او كبد فراخ، وهنعمل معاها سلطه طحينه وشويه جرجير كده. الحلو هنعمل برضو جلاش، تعالي كده اعمله الجلاش، هنعمل باقي الحلو قصدي هنعمل باقي الجلاش، لخبطتني معلش. الحلو هنعمل باقي الجلاش اللي عملناه قبلها بيوم، وهنعمل معاها عصير فاكهه، اي فاكهه هتكون مفرزه عندك بقى، عصير برتقال، اي حاجه عندك هتكون موجوده هتعمليها. ما عندكيش هتعملي ايه اللي هو دوم او خروب او حاجه من دي. السحور هنعمل اليوم ال 14 السحور هيبقى فول وفلافل وجبنه بيضه. الفطار هيبقى كفته رز ورز بالشعريه ومخلل او اي سلطه عندك. الحلو هنعمل رموش الست وعصير فاكهه عندك، او هنعمل تمر باللبن. انت بتجيبي التمر اللي هو البلح العادي اللي احنا بنشربه ده، بتحطيه في ميه تنقعيه، وبعد كده تضربيه في الخلاط مع شويه لبن شويه سكر، بيبقى حلو جدا، من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا برده في العصاير. اليوم ال 15 هنعمل السحور فول وبيض وجبنه. الفطار هنعمل صينيه بطاطس بالصدوق وسلطه ومخلل. الحلو هنعمل كنافه بالقشطه وعصير كركديه. اليوم ال 16 نعمل السحور جبنه قريش وبيض. الفطار هيبقى مكرونه نجرسكو، ممكن بقى تحشيها النجرسكو دي بتبقى محشيه فراخ، ممكن دي تحشيها شويه، ممكن تحشيها جبن، ممكن تعملي ميكس الجبن اللي هو عند فتح الله ده، بيبقى جبن كده على حتتين بصل صغيرين او لانشون، بيبقى ميكس الجبن عنده كده، ممكن تحشي بيها النجرسكو، مش لازم خالص تحشي الحشوات كلها اللي انا حاطه لكم فيها لحوم، ممكن تشيليها وتحطي معاها ميكس الجبن ده، بتحشي اي حشوه عندك. اللي على فكره انت لو حطيتي شريحتين بس فراخ وعملتيهم مع شويه خضار وكده اللي هو الفلفل الالوان او فلفل كوبي او كده، بيعمل معاكي كميه حلوه جدا، وبتحشي بيها اي حشوه انت عايزاها. هنعمل السلطه، هتعملي سلطه شويه سلطه بقى اي سلطه عندك، وهتعملي السمبوسه جنبهم طبق سمبوسه كده، معلش يا جماعه عشان ملو بس، ماشي. وسلطه قلنا هنعمل شويه سمبوسه. الحلو هيبقى باقي الكنافه اللي احنا عملناها وعصير اي فاكهه عندك. السحور بقى يوم 17 يبقى السحور فول وجبنه بيضه وخيار. الفطار هيبقى بطاطس بيوريه وفلفل بالصلصه، اللي هو بطاطس البوريه دي بتبقى بطاطس مهروسه وبتحطي عليها يعني شويه ملح وفلفل اسمر بس مش اكتر من كده، وبعد ما تهرسيها يعني وتحطي عليها بيضه وتقلبيهم على بعض شويه، معلقتين زيت وتقلبيهم على بعض، وتفرجيها في الصينيه اللي كنت عاملاها في القناه، لو عايزيني اسيبها لكم اسيبها لكم، وتفرجيها تحطي في النص اللحمه المفرومه، وتحطي برده بقيه البطاطس على الوش وشويه على الوش وشويه بقسماط كده، بتبقى حلوه جدا. بطاطس بيوري بتاخدش لحمه مفرومه كتيره جدا على فكره، معلقتين ثلاثه لحمه مفرومه على الصاج يعني بتبقى حلوه جدا. يبقى تعمل صينيه بطاطس بيوري وفلفل بالصلصه وسمبو وجمهم ايه طبق سمبوسه كده، او صينيه جلاش بالجبن. الحلو او ممكن تعملهم بس يعني الحاجات اللي انا الحاجات اللي انا هسيبها ضيفها، حاجات اضافيه زي السمبوسك او صينيه الجلاش او حاجه جنب الاكل انا هسيبها للناس اللي عددهم كبير او الناس اللي عايزه.
تزود في السفرة بتاعتها، لكن لو انت ما عندكيش امكانيات لا، كفاية حاجة واحدة بس على السفرة بتاعتك. الحلو بقى هيبقى بقلاوة، الحلو هيبقى بقلاوة وعصير خروب، تمام. اليوم ال18 هيبقى ان شاء الله معانا السحور هيبقى جبنة بيضة وجبنة قريش وبيض. السحور هيبقى جبنة قريش وبيض، عايزة تضيف بقى شوية فول معاهم، تمام. هنا الفطار هيبقى حمام كداب ورز مبهر وسلطة وملوخية. الحمام الكداب طبعا بتجيب الوراك وبتخلي الراجل يخليها لك، او انت بتخليها في البيت وتحشيها رز او فريك. بتبقى برضو ممكن انت لو عددكم كبير مثلا وعايزه تقللي كميه اللحوم بتاعت البراك، فهتجي تعمليها الحمام كداب عادي كده وتقسميها الواحده بالنص، كل واحد ياخد نص واحده، تبقى حلوه جدا ومشبعه. معاهم رز مبهر ومعاهم سلطه وشويه ملوخيه. الملوخيه برضو من الاطباق الجانبيه اللي بتبقى حلوه جدا في رمضان. الحلو هنعمل باقي البقلاوه اللي احنا كنا عاملينها قبلها بيوم، هنعمل بقيتها مع عصير باقي عصير الخروب. اليوم ال19 السحور هيبقى جبنه بالطماطم وبيض. الفطار جبنه بقى قريش او جبنه بيضه ومعاهم بيض. الفطار هيبقى لازانيا وبطاطس محمره وسلطه، تمام. هتعملي لازانيا او اي مكرونه عندك مثلا، مثلا اللازانيا مثلا هتعمليها تغيير يعني في رمضان، بتبقى حلوه جدا. بتعملي لازانيا وبتهي من الحاجات اللي بتاخد كميه لحوم مش كبيره قوي، بس انت يعني كبيره قصدي، بس هي انت ممكن ما بتحطي على الصلصه بتبقى كميتها بتزيد، فمش لازم تزود كميه اللحوم فيها قوي لو انت ما تقدرش. فهنعمل صينيه لازانيا، ممكن تحشيها على فكره اي حاجه تانية، ممكن تحشيها فراخ مفرومه، في فراخ مفرومه كده بتتباع جاهزه بتبقى ارخص كتير، وممكن تعصجيها عادي زي اللحمه وتشتغلي بيها، بتبقى حلوه جدا. ومعاهم شويه بطاطس محمره وسلطه. الحلو هيبقى قطايف وعصير دوم. ان شاء الله هعمل لكم منيو تاني اقتصادي اكتر من ده كتير. الحلو هيبقى قطايف وعصير دوم. السحور اليوم ال20 بقى هيبقى معانا السحور هيبقى فول وجبنه بيضة، والفطار ممبار وملوخيه وسلطه. ممبار وملوخيه وسلطه ماشي، لان الممبار غالي دلوقتي فمش محتاجين احنا جنبه نعمل جنبه اي لحوم. الحلو هيبقى باقي القطايف وباقي عصير الدوم. اليوم ال21 هيبقى السحور بيض وجبنه قريش، الفطار مكرونه وكفته. وطبعا الكفته ممكن تساعدي تضعف الكميه بتاعتها بالبرغل بالبقسماط بمعلقه نشا ومعلقه دي، بيبقى حلوين جدا على فكره، بيبقى مبانش طعمهم خالص. فبأي حاجة عندك هتعرفي، ممكن بربع كيلو هتعملي منها، ممكن تعملي معاهم بطاطس مهروسة وسلطة طحينة وسلطة الطحينة أو أي سلطة موجودة عندك. ممكن برضو الكفتة دي تعمليها يا إما كفتة رز يا إما كفتة داود باشا، الحاجات اللي بترمي كمية كبيرة وهتبقى أكلة يومين كمان مش أكلة يوم واحد. الحلو هنعمل كنافة اللي هي المبرومة دي، بتقعد معانا مثلا كام يوم، وهنعمل عصير أي عصير فاكهة عندنا. بعد كده اليوم ال22 هنعمل السحور جبنة قريش وفول وخيار. الفطار هيبقى كبد وقوانص وبطاطس محمرة ورز بالخلطة وسلطة، تمام. الحلو هيبقى باقي الكنافة اللي عندنا وعصير كركديه. اليوم ال23 هيبقى السحور فول وجبنة قريش وزبادي. الفطار هيبقى أجنحة مشوية ورز مبهر أو أجنحة كنتاكي زي ما أنت عايزة، ورز أو أجنحة في صينية بطاطس زي اللي أنت عايزة يعني. لو عملتيها بقى كده هتعملي أجنحة مثلا مشوية ورز مبهر وسلطة بابا غنوج. الحلو هيبقى رموش الست وعصير صوبيا. السحور هيبقى بيض وجبنة قريش، ده اليوم ال24. السحور بيض وجبنة قريش، والفطار حواوشي وبطاطس محمرة ومخلل وسلطة، تمام. حواوشي يا اما حواوشي اسكندراني اللي هو بتعملي عجينه في البيت، واما تعملي حواوشي المصري اللي هو بتحشيه في العيش اللي هو الايه الصغير ده، ماشي. وهنعمل شويه بطاطس محمره ومخلل وسلطه. طبعا احنا ابتداء من الايام دي كده ممكن تعملي بقى ليله الحواوشي المصري احسن، لانه هيبقى الوقت معانا بقى داخلين في الكحك وعمل الكحك والكلام من ده، فبتبقى الحاجات دي كلها ايه اكلات بقى ايه سريعه وموفره في نفس الوقت، عشان هنبقى داخلين في عملية الكحك وكده مبيبقاش عندنا وقت. فهتعملي حواوشي اللي هو المصري ده بيبقى مياخدش وقت معانا خالص، ممكن تكوني عاملاه من قبلها وحاطاه في الفريزر مفرزاه وتطلعيه على الطاسه على طول او على الفرن، وشويه بطاطس محمره ومخلل وسلطه. الحلو هيبقى باقي رموش الست اللي عندنا وعصير خروب. اليوم ال25 هنعمل السحور جبنه بيضه ماشي وبيض. الفطار هيبقى عجه وبطاطس محمره وبابا غنوج. الحلو هيبقى ايه ممكن لو عندك جلاش تعملي جلاش بقى كده، شويه جلاش حلوين وتخليهم بقيه الايام اللي جايه بقى، تمام. وعصير فاكهه. السحور هيبقى فول وجبنه يوم 26. السحور فول وجبنه قريش، والفطار سمك مشوي ورز وسلطه زي ما قلت لكم، حاجات سريعه علشان الكحك والكلام ده كله. سمك مشوي ورز وسلطه. الحلو هنعمل باقي الجلاش اللي معانا زي ما قلنا وعصير تمر هندي. اليوم 27 هيبقى السحور بليله وفول وجبنه. الفطار هيبقى مسقعه
وبطاطس محمره، ولو عندك وحدتين سمبوسك فايجين عندك هتعمليهم جنب الاكل. الحلو هيبقى لقمه القاضي عشان حاجه سريعه، لو ما مش لو ممكن بقى تكوني عامله جلاش وفاضل عندك جلاش هتخليه برضو ايه بقيه الايام اللي جايه عشان الوقت، يعني عشان ايه الكحك والكلام من ده. وبعد كده هنعمل، قلنا لو عايز تعملي بقى هتعملي لقمه القاضي وباقي العصير التمر الهندي اللي معانا. اليوم 28 هنعمل السحور فول وبيت، والفطار هنعمل همبرجر وكاتشب وبطاطس محمره. ماشي، برضو حاجات سريعه كده. ممكن الهمبرجر تعمليه في البيت عشان خاطر انتي الكحك والكلام ده زي ما قلنا، وبنلم بقى شقتنا وكده بقى عشان عيد كل سنه وانتم طيبين. بعد كده في الحلو هيبقى معانا قطايف وعصير خربوز. وانت عامله بقى القطايف، انت عاملة قطايف حاولي تشيلي لك كده ايه مثلا بعد ما تعمليها وتحشيها فرزي لك حبه الفريزر ينفعوكي في اخر الايام الاخيره دي، تمام؟ لان القطايف من الحلويات الوحيده اللي ممكن تتفرز، فممكن تعملي لك حبه وتشيليهم تطلعيهم في الايام الاخيره اللي انت بتعملي فيها كحك ومش فاضيه فيها، تمام. بعد كده اليوم 29 هنعمل جبنه قريش، السحور جبنه قريش وفول. الفطار هيبقى كنبيت مقلي او كنبيت صينيه او طاجن، اي حاجه تعمليها من الكنبيت. المهم ان احنا هنعمل كنبيت، ومعانا لو عايزه تعملي جنبهم حاجه هتعملي صينيه جلاش مثلا بالجبن او سمبوسك، ما عندكيش هتعملي مثلا كنبيت وشويه سلطه وعيش وخلاص، حلوين قوي. الرنجه سوري اليوم بقى 30 بقى ممكن تجيبي فيه رنجه، ممكن تجيبي مثلا طبعا تاني يوم ان شاء الله هيبقى كل سنه طيبين العيد، مش هتبقي مش هتبقي صايمه يعني. ممكن تعملي رنجه، ممكن تعملي سردين، ممكن تعملي بسريه مقليه، ممكن تعملي بسريه اللي زي السردين كده بتبقى متخلله يعني. ممكن تعملي فيها اي حاجه، ممكن تلمي بقى بواقي الثلاجه كلها، وده يوم بنقضيه بقى، هو اخر يوم ده كده مش هنعمل فيه اكل، هنقضيه كده اي حاجه موجوده عندك تعمليها، حتى لو قضيتيها مثلا شويه فول من اللي انت مدمساها، هم شويه جبنه قريش مع اي حاجه عندك، شويه بيض مثلا تعملي شكشوكه، ممكن تعملي جنبه طبق شكشوكه كده حلو، وتعملي شويه بطاطس محمره هيبقى حلو جدا. في اليوم ال 30 ده بتعملي اي حاجه ايه عندك كده الحلو بقى، اي باقي حلو عندك برده هتطلعيه تعمليه، وباقي اي عصير عندك هتعمليه، لو ما عندكش عصير شويه ايه صوبيا كده او حاجه، تمام. تبقى حاجات اللي هي السهله يعني، تتضرب ايه في الخلاط كده وخلاص، تمام. ده كده المنيو، يا رب يكون المنيو عجبكم واستفدتوا منه، وانتظروا بقى ان شاء الله فيديو ان شاء الله منيو تاني كده موفر جدا باذن الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والتعليق، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.